نتج عن مخلفات الحرب احنا كحكومه حاليه وضعنا الميزانيه اللازمه للتعامل مع هذا الموضوع وبشرنا بهذا الامر وحتى رفعنا مئات الاف الاطنان من هذا فلهذا الموضوع متعلق بالحكومه المحليه اللي اجبني نحتاجها في محافظه نينوى تقريبا نحتاج 300 آلية ولكن ما موجود فعليا هو فقط كالشفرات والقلابات والكابسات والله الى اخره من هذه الاليات التخصصيه. في نهايه هذا البرنامج ان يكون هناك ليس فقط دراسه انما خطه واضحه المعالم لاليه التعامل مع النفايات. عقدنا هذا اليوم اجتماع مهم جدا مع وفد الاتحاد الاوروبي الموفد الى محافظه نينوى وكان هناك في الاجتماع ايضا برنامج المملكه المتحده اليو ان دي بي. حقيقه فحوى الاجتماع كانت حول موضوع برنامج مهم جدا نعمل عليه الان في محافظه نينوى بيد الموصل بالتحديد حيث هناك برنامج شراكه مع بلديه ما يسمى براتو مدينه براتو في ايطاليا. هذا البرنامج انطلق قبل ما يقارب اكثر من سنه وهناك اجتماعات مهمه. الهدف من الاجتماع هذا هو مناقشه اين وصل هذا البرنامج حيث يعمل وحقيقه هو برنامج توأمه يعمل على التعامل او وضع آليات ودراسات التعامل مع النفايات والمخلفات الصلبة. النقاشات كانت معمقة حول آلية عمل البرنامج وماذا بعد الدراسة. اتفقنا على أن يكون هناك حقيقة من دراسة لتطلع على بيت الموصل وتوضع الملاحظات بشكل كامل ومن ثم ننتقل بعدها إلى عملية التنفيذ. طلبنا وفد الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك تجهيز بعض الآليات التخصصية منها موضوع الكابسات والآليات الأخرى التخصصية تستخدم في مواقع التمر الصحي. الوفد الاتحاد الاوروبي ابدى استعداد كامل للتعاون مع يعني محافظه نينوى وايضا استعداد للتعاون مع بيت الموصل في هذا الخصوص. ناقشنا مواضيع اخرى تهم المحافظه منها عمليه يعني دعم الاتحاد الاوروبي لبرامج اخرى ولمشاريع اخرى داخل مدينه الموصل ومحافظه نينوى بشكل عام. ان شاء الله اتفقنا على اجتماع قريب حتى تقدم هذه الدراسه نضع الملاحظات النهائيه ثم ننتقل الى مرحله